وهنكمل مشوارنا يا جماعه عشان يوم 25 العيش والحريه والعداله الاجتماعيه. انت النظام مبارك بيحكم مصر لحد دلوقتي. اياك مبارك. انا لما اكون في مكانك الشاشه دي صعبه اجيبها قوي او بكتب حاجه على تويتر ما كنتش بتحاكي محاكمه عسكريه. هم دلوقتي بيحاكمونا محاكمه عسكريه وبيصاحبوا منظمات حقوق الانسان علشان خاطر نقول ايه؟ عشان خاطر نقول ايه؟ عشان خاطر نقول ولا يوم من الايام مبارك. بس احنا هنقول اسود ايام في حياتنا هي ايام مبارك. لسه حق الشهداء ما جاش، لسه النظام ما طلعش، لسه بنتكلم، لسه حكم العسكر بياخدنا لحد دلوقتي. هنطلع يوم 25 يناير ان شاء الله والعوده الى نقطه الصفر. يعني لو جيت شمال عداله اجتماعيه. الشعب يريد نظام مبارك. مبارك لسه بيحكم مصر بولاده. ولاد مبارك طنطاوي والمجلس العسكري هم اللي بيحكموا باوامر من مبارك لحد دلوقتي. هننزل كلنا ان شاء الله يوم 25 بالمية. هنقول الشعب يريد الصوت النظام. دلوقتي في الكلام اللي بيتكلم فيه بس بيروح فيه دلوقتي هم بيحاكموا الثوره.